صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف المهاجري رضي الله عنه. أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد رجالات الأنصار، فقال الأنصاري: يا عبد الرحمن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بيني وبينك، وإن عندي زوجتين وعندي من المال ما ترى، فهذا المال أقسمه بيني وبينك، وهاتان زوجتاي، انظر أيهما أحب إليك أطلقها، فإذا خرجت من عدتها تزوجها أنت. هذا العرض من هذا الأنصاري لأخيه المهاجري الذي ليس من قبيلته وليس من ربعه بالمعنى العام، إنما هو يعتبر أجنبي عليه، هذا واحد من مكة وهذا واحد من المدينة. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق، وريني السوق فين. بس قال: السوق هناك. طلق عبد الرحمن إلى السوق وبدأ يبيع ويشتري حتى أصبح عنده قدر نواة من الذهب، نواة التمرة. فأول قرار اتخذه أن يتزوج، فقال: دلوني على بيت من الأنصار أتزوج منهم، لأن هؤلاء الكرم، من وجد بيت الكرم فليتزوج منه. قالوا: هذا بيت فلان. فتزوج عبد الرحمن بن عوف من الأنصار ليلا، ولم يدري أحد بزواجه، زواج لم يعلن بين عبد الرحمن وأبو البنت. وصلاة الفجر فضحت عبد الرحمن، جاء يصلي الفجر فإذا على ثوبه أثر صفرة من زعفران، الثوب ملطخ بزعفران، ويبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الزعفران على ثوب عبد الرحمن بن عوف. يا عبد الرحمن، ما هذا؟ إيش الصفار هذا؟ ما هذا اللون؟ قال: نسيت يا رسول الله، تزوجت البارحة، أعرست البارحة. قال: أولم ولو بشاة. فأولم عبد الرحمن بعد ما دخل على المرأة. قال أهل الفقه: والأصل في الوليمة أن تكون بعد الدخول شكرا لله على الدخول، خلافا لما يصنعه العامة، حيث تكون الوليمة قبل الدخول. أولم ولو بشاة، مع أن ذلك جائز سواء قدم أو أخر، قبل أو بعد، كله جائز. الشاهد أن عبد الرحمن هذا بعدما تزوج ولم يأخذ زوجة أخيه، وتاجر ولم يأخذ من مال أخيه، وتعفف، أغناه الله حتى أصبح من أغنى وأثرى أثرياء المدينة.